سلام الفاميليا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال. شديتي نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال يا رب. جيت انا اختي بشرى، سلمي. صباح الخير، كيف صبحتوا لاباس؟ كلشي مزيان؟ صوتك اصلا ما كيتسمعش مع الترامواي. خرجت من الخدمه البنات وتلاقيت مع اختي بشرى في المحطه ديال زيتين بونو، ودابا جينا حنا لمنطقه بايزيد ندورو ونفوجو وندوزو هاد النهار، والوالده ديالي تاهي غادي تلحقنا. ايوا دابا داخلين السوق المغلق، هانتوما هنايا غادي ندخلو ونتسركلو. اصلا ديجا انا مصوره ليكم هنا بايزيد، ف نتقاو نشوفو هاد النهار فين غادي يخرج. ما تنساوش لايك كومونتير بارطاج مع الصحاب والحباب، واهم حاجه بارطاجيو وخلو لينا تعليقات بينا بحالكم. بيس، وهانتوما معايا. البنات حنا دخلنا لهذا السوق ديال الذهب ولا السوق المغلق وخرجنا منه، ودخلنا يعني من تما خرجنا لمحمود باشا كنشوفوا هذا الحويجات بغاتهم اختي بشرى. ولكن شنو نقول لكم، الاسعار عافيه، فاير، نار 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 نار. الحاجه ديال الليره ولات 100 ليره، تخيلوا معايا، يعني كلشي غلى، يعني بمعنى كلشي ولا غالي. ف الحمد لله وشكرا على كل حال، وخاصه الحوايج ديال الدراري الصغار ما نعاودش لكم، ما تحطش عليهم صبعه. ف حنا باقا الجوله ديالنا مستمره، منها كندورو نضرب عصفورين بحجاره، كتقاد داكشي اللي بغات، خدات هنايا خدات شي وحيده شي حاجه تمايا، ومنها كنتسناو الوالده هي والحاجه، باقيين ما جاوش، فحتى يجيو غادي نشوفو فين غادي نمشيو. هادشي اللي كاين، وانتم معايا في الفيديو. هنا الاسعار كلها تبدلات، هذا اللي كنختارو 150 الكيلو. دايرين واحد للروبورتاج هنايا. كوكو، انا رجعت لكم مرة أخرى. ماما والحاجة كنا كنتسناوهم، يلا جاو دابا يا انا اختي بشرى تقدينا داكشي اللي خاصو يتقدى اللي بغاتو هي من نواقص. مشينا حتى انا في لوطيل، بما جاوها جات ماما وجداتي كانوا كيتسناونا هنايا. حنا في محطة ديال البواخر ديال اسكودار، غادي نمشيو لاسكودار. شوفوا هاد الناس كاملين كيتسناو، دابا غنمشيو لاسكودار باش نمشي لواحد البلاصة باقا عندها اغراض تما غادا تقضيهم، ويلا اللي نزلو حنا غاديين. عرفتو الصحان؟ لا لا ما طلعوش الفوق، غنبقاو لتحت عند ستاسيون. لا عند ستاسيون عرفتي هاد 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 البغول هادا راه ما يعقلش عليك، راه يطيحو كتر. بشرى خلي تندخلو الساحل ديال اليمين هنا. هذا برك طلعنا الباطو، يلا غيبدا يتحرك. يا الجسر ديال 15 تموز، اختي بشرى حدايا الحاجه، والوالده راه هابطين لتحت. اصلا ما بين يمينونو مع اسكودار واحد المسافه قليله، يعني دغيا غادي ننزلو، ما غاديش نتعطلو بزاف. سبحان الله الطيور باركين في البحر. ياي سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوفوا هذيك داك القصر ديال دول مباهجال، وهذيك اورتاكوي، وهذيك اللي هي المحطه الحديديه ديال التران ديال حيدر باشا، وهذيك بيان سور غالاتا تاور اللي هي ها. شنو اخر وهذاك الجسر ديال البوسفور، وهذاك جسر برج السفير اللي هي. يا سبحان الله شوفوا الطيور.
سبحان الله العصر شنو كيديروا. الجو زوين ما كاينش ديك البيض، كاين السميشه. واش اختي مالنا شي واحد الجو؟ يا سلام، شاهدكم تكونوا معايا ان شاء الله. يعطيني الله فلوس ونكون لاباس عليا وننظم لكم شي رحله من المغرب حتى لتركيا على حساب. يلا اش بغيتوا اكثر منهم؟ قولوا لي فقط دعموني. طيب كومونتي بارطاج مع صحاب الحباب وخلينا نوصلوا قناه سكينه فلوج 100,000 مشترك. يلا ليتس جو. دابا غنزلو بيان سور تحب مع فاطمه. ما وركتش كاع عليه فيديو ما خدامش. المهم دزنا من حدا هذيك برج الفتاه اللي هي كيقولها كسكولاسي، باقين فيها اصلاحات لان داكشي ديال المآثر التاريخيه كيطول. راكم عارفين كيخدموا غير بديك الشيتا الصغير ورا باش كيمسحوا داكشي. سبحان الله العظيم شحال غزال. المهم حنا دابا في بوسكودار سكينه، راه اول فيديو دارته هنايا في القناه، اللي ما تفرجش فيه يمشي يتفرج فيه. يعني كما قلت لكم الوالده اول فيديو هنا دوز درتو قلت لها داوي يا خاوي اش كنقول الله اعلم. المهم زعما حتى انا نحس براسي راه داخله اليوتيوب، ولكن الحمد لله والشكر لله. افضل اختي سميره افضلكم افضل المتتبعين افضل الله افضل ارض الوالدين. هذه القناه الحمد لله كبرت ولينا 40,000 اخ واخت في العائله وام واب الحمد لله، يعني كيتابعوني من جميع الفئات من الصغار حتى الكبار الحمد لله والشكر لله. ايوا حنا راه غاديين دابا في اسكودار، غنمشي لواحد البلاصه اختي بشرى غتقضي صوالحها، وحنايا جينا نشمو الهواء الجميل. شوفوا الناس دايرين بيكنيك هنايا اختي، كاين هادو راه دارهم قريبه، حنا راه دارنا راه شي 5 سوايع هي كالحاجه. يا اختي بيا صراحه هاد البلاصه هذيك راه البخيره ديال الدوله، هاد الكبيره هذه هذيك تما راه واحد الواطو كبيره كي وقلا ريستو. علاش كان ريستو؟ ديال الجامع ممكن. صح كاين الجامع، كاين ديال الجامع انا. اكبر ماشي اكبر، كاين ما اكبر منها. ماشي اللي شفت انا اختي. السلام عليكم، رجعت لكم مره اخرى. شوفوا جبت لكم واحد في هذا الفيديو هذا، واخا غايبان لكم بدايه مخربق، ولكن واحد المحل اللي واعر ديال الديكوراسيون. غندخل لكم ديريكت في الموضوع. معايا الحاجه يلا رجعت الذاكره، كانت قبيله فاقداها الوالده حتى هي حبايبنا وخوتنا وصحابنا. لاباس عليكم؟ نهاركم مبارك سعيد، كونوا بخير وعلى خير. يلا سيروا خلينا من الهضره. شوفوا ها برج السفير وراء امامي والديكوراسيون ورائي، ودابا غنبارطاجي معكم واحد الفيديو واعر يلا، وغادي تشكروني عليه انت كذا.